ما قالت وقطعنا أيديهن، قالت وقطعنا أيديهن. بالقرب من قصر العزيز منتجع تتخذ منه سيدة القصر ورفيقاتها متكئا لهن، سمي بحمام زليخة، وفيه وقعت أحداث ذلك الجانب من القصة. نحن الآن في قلب حوض زليخة، الأرض الزراعية بدأت المباني تظهر وسطها. في هذا الحوض، حوض زليخة، هو مسمى على اسم زليخة زوجة العزيز، امرأة التي اتهم سيدنا يوسف. في هذا المكان كانت توجد حماماتها، حمامات القصر التي كانت تستحم بها هي وصاحباتها. يتزايد الحديث عن الفتى الوسيم بين نساء ذلك المجتمع الثري، ويزداد الافتتان به، ومع إصراره على الرفض يخيرنه إما تحقيق نزواتهن وإما السجن، لكنه يفضل الأمر الثاني. وحينئذ هذه الفترة العصيبة هي التي نقل سيدنا يوسف من الابن المدلل إلى أن يتحمل كل هذه الأعباء، أن يصلح أمة ويصلح شعبا ويصلح نظاما. السجن لم يكن بعيدا عن قصر العزيز، وهكذا ينتقل يوسف من حياة القصر وترفها إلى حياة السجن وبؤسها، لتبدأ مرحلة جديدة من حياته. احنا هنا في منطقة صحراء سقارة دلوقتي، هذا الجزء يسمى عزبة الصعيدة. احنا على أطراف تلك العزبة بيطل علينا قرية كلها نخيل، قرية أبو صير، وهذه القرية زرعت أيام محمد علي. أنا عايز أقول أنه زمان قوي كان نهر النيل مجراه بيأتي إلى هنا، وإحنا الآن طبقا لنهر النيل القديم نعتبر في البر الغربي، وموجود فيها نلاحظ في كوخ أخضر صغير باين هوت، عشة صغيرة خضراء، هذه العشة هي مكان سجن سيدنا يوسف. وفي هذا السجن على عمق 35 متر تحت الأرض يوجد سرداب. الله الله، ووقفت في الأعتاب وقفة حائر التام. تقريبا على بعد أمتار قليلة من السجن في الطريق إليه. نحاول الدخول في سراديب السجن لكنها مغلقة الآن، فنكتفي بالاطلاع على محتويات السقيفة التي أقيمت فوق مدخله. يا من له علت الوجوه. هذا القبو فوق مبنى حجري، هو موجود مبنى حجري، هو ده الواضح فعلا أنه مغلق لأنه في شغل حفريات، شغل حفائر. أهو نرفع جزء من هذا القماش، هذا هو مدخل مغطى بالحجارة، أهو هذا هو مقر السجن. وطبعا كأي سجن لابد أن يكون، وفي سجون العصور القديمة كانت لابد أن تكون في أعماق الأرض. هذا هو سجن سيدنا يوسف. السجن سوف تتكشف براءة يوسف مما نسب إليه، وكانت البداية من خلال سجينين معه، كان أحدهما يعمل خبازا أو طاهية في قصر الملك، والآخر ساقيا، واتهما بمحاولة وضع السم في طعامه أو شرابه. فيه رؤية رآها أحد الذين كانوا معه في السجن، قال له أن أو الشخصين، واحد قال له إنني رأيت نفسي أعصر خمرة، وقال آخر أنا رأيت كأن على رأسي سلة فيها طعام والطير تأكل منها. فقال له أما أنت فستخرج من السجن وتلحق بملك البلاد وتسقيه كما كنت، وأما أنت فتصلب وتأكل وتترك حتى يأكل الطير من لحم رأسك. وهكذا كان، فأعدم أحدهما ونجا الآخر،
وعاد إلى قصر الملك لتسير وقائع القصة، بما يحقق الفرج ليوسف عليه السلام وإن تأخر كثيرا، وليكون من خلال رؤيا رآها الملك. هذه الرؤيا هي أن سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. ويعني أثارت هذه الرؤيا الملك وقلق بها. رؤيا أفزعت، أقضت مضجعة، أقلقت، أرعبت. ما هذه الرؤيا؟ قالوا أضغاث أحلام، يريدون أن يخففوا عنه. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالم، هذا حلم وليس رؤيا حقيقية. فكانت النتيجة أن يوسف فسرها: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، درس في الاقتصاد. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فعرض على الملك فقال ائتوني به. قال له: قبل أن أخرج واسأله عن النسوة. وكان هذا سبب براءة يوسف عليه السلام وقول زليخة: الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسه. خرج يوسف من السجن إلى ممارسة الحكم والنفوذ، وهي مرحلة استثمرها لنشر رسالته النبوية. يوسف عليه السلام كان يمارس الدعوة، لكن كان يمارس الدعوة بهدوء. نفذ يوسف خطته لمواجهة الجفاف القادم، فقرر بناء صوامع ضخمة للحبوب تستوعب الفائض على أن يخزن الحب بسنبله، وصوامع الغلال التي أقامها يوسف تقع في واحدة من أكثر مناطق مصر خصبة، وهي منطقة تاريخية فيها مجموعة من أقدم الأهرامات. وصلنا هوارة بالفيوم، المنطقة فيها جزء شبه صحراوي، فيه هرم صغير جدا، هرم هوارة، ودي منطقة كانت فيها أهرامات صغيرة، وخلف الهرم توجد منطقة يقول المؤرخون أنها أنها مركز صوامع الغلال الذي أقامه سيدنا يوسف حينما تولى مالية مصر، وبهذه الصوامع خزن الغلال التي استطاع أن ينقذ مصر في سبع سنوات العجاف التي مرت بها. أخوة يوسف جاءوا تحت ضغط الجوع، جاءوا إلى مصر يريدون الطعام، ذاهبين جايين ذاهبين جايين. توشك القصة أن تأتي إلى نهايتها، وعرفوا أنه يوسف، وأبدوا ندمهم على ما فعلوا، وطلب إليهم أن يحضروا أباهم يعقوب. عميت عيناه حزنا على يوسف، أعطاهم قميصه وقال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يا من له عنت الوجوه ومن لدي. وحضروا جميعا وسجدوا سجود تكريم، فتحققت رؤيا يوسف، واجتمعت الأسرة كلها في مصر. أما يعقوب عليه السلام فقد توفي في مصر بعد أن أوصى ابنه يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق، ففعل يوسف وسار به إلى فلسطين ودفنه في غار مدينة الخليل. الله الله، ووقفت في الأعتاب وقفة حارثة. وقبره بجانب قبر زوجته لائقة أم يوسف عليه السلام. يا من يجيب دعاء. وفي المكان نفسه هناك قبر ليوسف عليه السلام. يا من له علت الوجوه ومن. وقصة وفاة يعقوب ثم يوسف عليهما السلام تذكر بالمشهد الذي ورد في القرآن الكريم، عندما حضر يعقوب الموت فكانت وصيته لأبنائه أن يحفظوا رسالة النبوة، وهي كلمة التوحيد والإسلام.
إنها رسالة الأنبياء كلهم التي بعثهم الله بها لإخراج البشر من التيه والضلال إلى الهدى وال